كلمني، ده مشروع تخرج عملته جامعة كفر الشيخ، كلمني بيستخدم الذكاء الاصطناعي أيضا في تحويل لغة الإشارة إلى نص وصوت. كلمني بيعتبر أول تطبيق مصري بيساعد الصم وضعاف السمع على التواصل مع الآخرين بكل سهولة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من الأستاذ عبد الرحمن موسى الطالب بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ. صباح الخير عليك يا عبد الرحمن، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ جوان، أهلا بيك. طب عرفنا بقى أكتر عن مشروع كلمني، يعني قلنا إيه التفاصيل الأساسية لهذا المشروع واللي تم العمل عليها؟ والله إحنا في البداية خالص قبل ما نختار المشروع بتاع كلمني دي أداة أو سيرن لانجوج بصفة عامة، احنا كان قدامنا كذا حاجه ممكن نجيب منها الفكره، مثلا في المجال الطبي، في المجال الصناعي، في المجال الزراعي. ولكن لما جينا في تطبيق كلمني، فاحنا لقينا في مصر حوالي يعني ما يقارب من 8 مليون شخص من الصم والبوك. كمان عندنا في مصر فوق 300 مدرسه الخاصه بمدارس الصم والبوك. فاحنا لقينا ان هنا عندنا تحدي ان احنا نعمل حاجه بحيث انها تخدم الناس دي وتسهل عليهم التواصل في التعليم او في اي مجال. تطبيق كلمني زي ما حضرتك قلت او حضرتك قلت في الاول، هو اول تطبيق مصري من نوعه دامج ما بين الذكاء الاصطناعي وموديل 3D. هي شخصيه ثلاثيه الابعاد، هي مسؤوله ان هي هتحول لي الكلام بتاعي لساين لانجوج او لغه اشاره. ثاني جزء عندي وهو هنا جزء الذكاء الاصطناعي، وهو هنا اللي هيحول لي لغه الاشاره ديت ل تكست او كلام او نص مسموع. هنا استخدمنا خوارزميات متقدمه في الذكاء الاصطناعي، الحمد لله طلعت معانا كفاءه عاليه جدا وأكوريسي عاليه جدا. ثاني جزء او ثالث جزء معانا هنا في الابلكيشن بتاع كلمني، وهو جزء خاص بالتعليم. الجزء الخاص بالتعليم ده عندنا فيه قسمين، قسم اسمه جرب وقسم اسمه شاهد. قسم اسمه شاهد ده القسم ده فيه زي كلمات بحيث ان الشخص اللي داخل اذا كان ده من اصحاب الصم والبكم او الشخص العادي ان هو يقدر يتعلم لغه الاشاره بحيث ان هو يقدر يتواصل مع الناس اللي في الابلكيشن. ثاني جزء اللي هو جرب، هو بعد ما يشوف الموشن بتتعمل ازاي او الاشاره بتتعمل ازاي، هنا بقى هيبدا يجرب ويشوف هي اتعملت صح ولا غلط. في جزء رابع عندنا، وهنا ان احنا بنسهل شويه ان احنا عاملين حاجه يعني ايه جمل دارجه شويه في الحياه العامه، مثلا بحيث مثلا بدل ما هو يكتب الجمله كلها، لا هو بزر بسيط جدا هيختار الجمله من غير ما يكتبها والموديل بتاع الـ 3D هيترجمها. مفهوم مفهوم. طيب انا عندي سؤال، هل لغه الصم والبكم بتختلف من دوله لاخرى؟ هل هي لغه عالميه، ولا انت لما جيت تعمل الخوارزميات دي عملتها من العربي للصم والبكم؟ يعني انا لو بتكلم انجليزي وعايز اقول، هل نفس المعنى هيطلع بنفس لغه الاشاره؟ اكيد اكيد. لا طبعا اكيد لا طبعا. هو عندنا حتى هنا في الدول العربيه حتى ممكن تكون اللغه نفسها لها لهجه معينه في الحركه. يعني احنا عندنا مثلا في مصر لينا مثلا في كلمات معينه لها طريقه بتتعمل غير مثلا في السعوديه، غير في الامارات، ولكن هم يعني ايه بنسبه كبيره شبه بعض. انت راعيت ده في الابلكيشن ولا؟ راعيت ده في الابلكيشن طبعا. احنا عندنا، احنا حتى عايز اقول لسيادتك ان كل الجمل او كل الداتا اللي عندنا احنا اللي مكريتينها بنفسنا، يعني احنا ما جبناش اي حاجه جاهزه، لا احنا كريتنا بنفسنا حوالي 100 كلمه ده في موديل الاي اي، وعاملين حوالي 950 كلمه في الموديل بتاع ال 3 دي. فدي كلها جمل مصريه ما لهاش علاقه مثلا اذا كانت بقى سعوديه او حاجه مثلا اجنبيه او كده، لا هي خاصه بالمجتمع المصري بتاعنا. يعني المشروع ده خد منكم وقت قد ايه يا عبد الرحمن عشان هو المشروع تقريبا هو اخد معانا ما يقارب مثلا من 8 شهور. الثمان شهور دول احنا ما جربناشهم بس اخر حاجه، لا احنا جربنا حاجات كتير جدا وشفنا ايه اكتر حاجه ممكن تطلع معانا اكيورسي او كفاءه عاليه. والحمد لله استقرنا عليها في الاخر، والحمد لله طلعت معانا نتائج تحفه يعني الحمد لله. طب ونقدر نقول ان ده يعني مجرد مشروع تخرج، ولا ده ممكن يبقى ابلكيشن ينزل على التطبيقات ولا؟ لا باذن الله احنا مستهدفين باذن الله قدام، بس احنا بقى محتاجين ان هو ايه زي ما نقول مثلا ممكن تمويل او كده باذن الله، ان احنا ندخل بيه مسابقات بحيث ان احنا نلاقي تمويل يعني بقى في شكل الستارت اب. اصبح في شكل ستارت اب. ده هو ابلكيشن جاهز، بس احنا بقى محتاجين ان احنا ان شاء الله نشغل ضخ تمويلي. بالظبط بالظبط، بحيث ان احنا نقدر نوصل لاكبر عدد من المستخدمين عندنا ان شاء الله، وان احنا يعني ايه هننزله باذن الله على جوجل بلاي او ابل ستور باذن الله يعني. طيب عبد الرحمن بقى، يعني محتاجين نعرف الناس بيكوا اكتر، الفريق مكون من كام طالب؟ ايه الدور اللي بتقوموا بيه طبعا، وايضا المشرفين على المشروع؟ تمام، احنا 10 طلاب. احنا مقسمين التيم بتاعنا ان هو كانت ناس شغاله في الموديل بتاع ال 3D، وناس شغاله في موديل الاي اي، وناس شغاله في موديل الموبايل، قصدي ناس شغاله في موبايل ابلكيشن.
المشرف بتاعنا على المشروع وهي كانت الدكتوره مرار الرشيدي، كانت هي صاحبه التوجيه والاشراف علينا، وبصراحه يعني عملت معانا شغل حلو جدا ووصلنا لنتائج تحفه معاها يعني الحمد لله. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا عبد الرحمن موسى الطالب بكليه الذكاء الاصطناعي بجامعه كفر الشيخ، واتمنى لك كل التوفيق انت كمان واعضاء فريق مشروعك. شكرا ليك يا عبد الرحمن. شكرا يا عبد الرحمن.